وفي مدينة تعز قتل عدد من الحوثيين وقوات صالح وأصيب آخرون بجروح في هجومين منفصلين للمقاومة الشعبية على نقطتين عسكريتين تابعتين للجماعة شرقي المدينة. وفي البيضاء أكدت مصادر في المقاومة الشعبية أن مسلحيها قتلوا 8 حوثيين في اشتباكات بمديرية ذي نعم غربي المدينة، وذلك عقب هجوم للحوثيين على المديرية بهدف السيطرة عليها، كما قتل أحد أفراد المقاومة.